أهلا بكم من جديد. اليوم موضوعاتنا لها علاقة بشؤون وزارية حقيقة، بس حقيقة كلها مهمة. وإحنا لما بنحكي عن موضوع المياه بالأردن عم نحكي عن وضع يعني في تحديات كتير وفي مشاكل كتير. لا يخفى على أحد أنه نحن عنا يعني شح في المياه، وحصة الفرد في الأردن يعني قد تبدو من أكثر الحصص فقرا في العالم. لذلك وزارة المياه دائما عليها مسؤولية كتير كبيرة بأنها تجد الحلول وتعمل مشاريع يعني لسد هذا النقص الحاد في المياه في الأردن. على كل حال اليوم معانا أمين عام وزارة المياه الأستاذ إياد التحيات، وهو يعني سيحدثنا عن بعض المشاريع اللي لها علاقة بسد العجز المائي، وخصوصا جر مياه سد وادي العرب إلى مناطق الشمال تحديدا، لأنهم عم بيعانوا أكثر من غيرها من المناطق نتيجة وضع اللجوء السوري. صباح الخير عطوفتك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك وصباح الخير للأخوة المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. ميت مرحبا، وكل عام وانت بألف خير يا رب. هلأ وزارة المياه عندها دائما مشاريعها اللي بتفكر فيها وأولوياتها، لأنه الوضع مش سهل ابدا. صحيح. بس انا دائما ببلش بسؤال لكل حدا بيجي مسؤول من وزاره المياه. لما بيكون في شتاء كويس الناس تتوقع مي كويسه. صحيح. مع انه هذا مش قاعده، يعني المواسم اللي بيجي فيها مي كتير برضه بتنقطع المي مرات، برضه بيكون في شح بالمياه. صحيح. ما هي القاعده اللي بتشتغل عليها وزاره المياه بهذا الموضوع؟ شكرا لك. بالنسبه للهطول المطري اللي بنحكي عنه خلال اخر 4-5 سنوات هو اقل من المعدل العام طويل الامد. فبالتالي لو بحسوا المواطنين انه في زياده بالهطول المطري في موسم ولكنه بشكل عام اقل من الهطول كمعدل المعدل طويل الامد. وبصراحه هاي عملت لنا مشكله في قطاع المياه، بالاضافه للتحدي الاخر المهم اللي هو تحدي اللجوء السوري. نعم. اللجوء السوري في الاردن زاد كميه الطلب على المياه، او نسبه الطلب على المياه، ل 21% من الطلب العام في المملكه. وبالتحديد كان الاثر تبعها في محافظات الشمال، محافظات الشمال الاربعه اللي هي اربد جرش وعجلون والمفرق، اللي كانت تعاني قبل اللجوء السوري أصلاً من ندرة، أو مديش أقول ندرة المياه، من شح المياه الواصلة للمواطنين. ففي نهاية سنة 2015 قامت وزارة المياه والري بإعداد استراتيجية متكاملة لتزويد المياه لمحافظات الشمال. الشمال تحديدا. وبقيمة 305 مليون دولار أمريكي. تتكون من مجموعة مشاريع مهمة واستراتيجية لقطاع المياه. لعل من أهمها مشروع جر مياه وادي العرب، والمشروع الآخر اللي هو مشروع الناقل الوطني للمياه. من خطط وزارة المياه والري إنشاء خط ناقل وطني للمياه مكمل لخط مياه الديسي اللي نقطة النهاية له في منطقة العاصمة عمان، بحيث أنه نفس خط المياه يوصل لمحافظات الشمال زائد محافظة الزرقاء، ويصير يزودها بكميات إضافية اعتبارا من صيف عام 2017. تمام. اما بالنسبه للمشروع الاستراتيجي العملاق لوزاره المياه والري اللي هو مشروع جر مياه وادي العرب، هو مشروع من المشاريع الهامه اللي كان من ضمن الخطط خلال السنوات الماضيه ولم يتم تنفيذه الا هاي السنه. وحقيقه هو مشروع ممول بمنحه من الاتحاد الاوروبي. تمام. وبقروض ميسره جدا من بنك الاستثمار الاوروبي والوكاله الفرنسيه للانماء، وتبلغ قيمته حوالي 110 مليون دولار أمريكي. هذا المشروع الميجر الكبير اللي عم تشتغل عليه الوزارة حاليا، هذا المشروع اللي حقيقة راح يساعد في سد العجز في محافظات الشمال خلال العشر سنوات أو الخمستاشر سنة القادمة. والمشروع نفسه يقوم على مبدأ جر مياه من قناة الملك عبدالله. قناة الملك عبدالله اللي هي اللي فيها حصة الأردن من المياه اللي بتيجي من نهر اليرموك، اللي بتيجي من سد الوحدة، اللي بتيجي من بحيرة طبرية. والهدف انه اخذ او انشاء ماخذ للمياه على قناه الملك عبد الله، بحيث يتم معالجه المياه على نفس منظومه المياه اللي موجوده في زي. تمام. اللي حاليا بتغذي المحافظه عمان المعاصمه. والهدف انه معالجه المياه السطحيه وضخها ونقلها الى الخزان الرئيسي في منطقه اربد اللي هو اسمه خزان زبده، سعته حوالي تقريبا 110 الاف متر مكعب، بحيث انه تزيد حصه المياه في كل من محافظات اربد جرش وعجلون والمفرق. مده تنفيذ المشروع راح تكون ان شاء الله سنتين، 24 شهر، بحيث انه نهايه عام 2018 يكون في عندنا مياه واصله لمحافظات الشمال، وان شاء الله
بتساهم في الحد من موضوع العجز المائي في الشمال. وقبل ذلك احنا ان شاء الله خطط متوسطة الامد في عام 2017 زي ما حكيت صيف 2017 يكون خط الناقل الوطني للمياه منجز وكامل، ويساهم في نقل جزء من كميات مياه دي سي الى محافظات الشمال مرورا بمحافظه الزرقاء. دي سي كان مشروع ممتاز، بس نعم. كثير من المراقبين وحتى اللي بيفهموا بموضوع المياه يعني قالوا انه هذا كان مشروع صمم حتى قبل اللجوء السوري، عشان أكيد. هيك بيجوز صار في يعني صحيح. عدم فاعليه بموضوع الدي سي. ابدا لا، بالعكس، بالنسبه لمشروع جر مياه الدي سي ساهم في العجز في سد عجز مياه محافظه العاصمه ولا حد ما محافظه الزرقاء. كان الامل من مشروع مياه الدي سي انه يكفينا لسنه 2025 كمحافظه عاصمه ومحافظه الزرقاء. للاسف احنا يعني بال 2019-20 راح نضطر انه نكون نفذنا مشروع اخر بيقدر انه في هاي الحاله يسد العجز اللي موجود. يعني لو كانت الظروف بقيت كما هي لكان الدي سي كافي يعني حتى العام 2025. والان زي ما حكيت يعني بالاضافه لمشروع النقل الوطني، بالاضافه لمشروع جر مياه وادي العرب، في عندنا مشروع نقل البحرين الان العمل جاري فيه ان شاء الله على تنفيذه، في عندنا مشاريع استغلال ابار عميقه موجوده في مختلف مناطق المملكه. زي ما حكيت، بس المشكله لقطاع المياه الان اللي هو موضوع التمويل، يعني دائما مشاريعنا طبيعتها مختلفه عن الدول الاخرى، لازم نطور مشاريع مكلفه بعيده عن مراكز تجمع السكان في محافظات الشمال او محافظات الوسط، وهذا بتطلب زي ما حكيت تمويل. وحقيقه يعني وزاره التخطيط ما بتقصر معنا، دائما يعني بتسعى للتمويل من الجهات المختلفه. والمشروع الاخير الاتحاد الاوروبي والتعاون معه طبعا، كله على راس ذلك كله جلاله الملك طبعاً جهوده بكل المحافل الدولية لجلب التمويل لكل القطاعات وللبلد. هو الأساس اللي بصراحة بيقدر الواحد من خلاله يستديم استدامة مصادر المياه في الأردن إن شاء الله، خصوصا بوزارة المياه والشغل بي على موضوع شح المياه. تعولون أكثر على المياه الجوفية مو على المياه اللي في السدود، صح ولا لا؟ هي المياه اللي في السدود تستخدم في الزراعة بشكل أساسي. نعم. يعني في مشروع عنا ريادي سويناه في محافظة الكرك اللي هو سد مياه الموجب، عملنا لها محطة تنقية صغيرة والآن بتزود مناطق شمال الكرك في المياه. الآن زي ما حكيت قطاع المياه مختلف، دائما نبحث عن حلول وحلولنا مبتكرة شوي بتكون مختلفة. المياه الجوفية تم استغلالها بشكل كبير جدا، وفي منها ضخ جائر، وبعض الأحواض عم بتعاني من التملح ومن تردي نوعية المياه نتيجة استخدامها عبر السنوات ونتيجة الضغط الشديد عليها من كل الاستخدامات. بس زي ما حكيت احنا في قطاع المياه موضوع التحلية الآن بمياه البحر، تحلية المياه الجوفية العميقة وغيرها، بالإضافة لاستغلال المياه السطحية اللي موجودة في قناة الملك عبد الله، هن الآن الأساس اللي بنشتغل عليه، وإن شاء الله راح نشتغل على نزود المياه للمحافظات كلها بهالأساس. موضوع شبكات الناقلة للمياه كمان أنتم عم دائما، هذا برضو يعني صحيح. من الشغل الشاغل لكم، إيش كيف عم بتطوروا هذا الجهد في طبعا موضوع الخطوط الناقلة؟ احنا عم نشتغل على كل المحافظات، في عندنا مشاريع لتعزيز الخطوط الناقله زائد شبكات التوزيع اللي بتوصل بالاخير المياه للمواطنين. واخر 3-4 سنوات صار توسع كبير في عمليه انشاء الخطوط الناقله والشبكات، وفي عندنا موازنه مش اقل من 200 مليون دينار تم تنفيذ فيها مشاريع مختلفه. ما في محافظه الا الحمد لله نفذنا فيها مشاريع عن اقل من المفرق للبلقاء لعمان للشمال للجنوب. فزي ما حكيت الخطوط الناقله وشبكات التوزيع مهمه، بس بالاصل اللي هو المصدر المائي، تطوير المصدر المائي وكميات المياه اللي من خلالها من زيت حصه الفرد او بنحافظ عليها في بعض المناطق في المملكه هو الاساس اللي بنشتغل عليه خلال السنوات القادمه. بهمنا بالاخير حصه الفرد ما تنزل، يعني تزيد شوي بس ما تنزل عن الحدود الحاليه اللي بيتم تزويد الناس يعني فيها. احنا دوله بنعرف كلياتنا صار عندنا حس بالمسؤوليه. صحيح. واعتقد انه انتم كمان كوزاره وكجهات مختلفه واحنا كاعلاميين بنحاول دائما انه برضه نركز على موضوع الترشيد. صحيح. والاقتصاد. صحيح. في استهلاك المياه. صحيح. احنا دوله على يجب ان نفهم جميعا انه موضوع استهلاك المياه يجب ان ناخذه بجديه تامه. صحيح. صرنا نعرف انه في دور، وصرنا نعرف انه اذا واحد يعني صحيح. عنده سياره بده يغسلها، فصار في ثقافه، الواحد يعني برمج نفسه على الدور، برمج نفسه. مش كل الدول على فكره. صحيح. الواحد لما بيسافر فيش هاي قصه الدور مش كتير موجوده. خليني احكي هون بصراحه، المواطن الاردني مواطن واعي،
وتحمل وتحمل وبصراحة برمج حياته على الواقع اللي موجود يعني عنها. غسيلنا طبيخنا كله يعتمد على الماء. كحصة فرد ما في إسراف. بعض المناطق بجوز اللي دخولها عالية بجوز فيها إسراف بعض الأحيان من بس بشكل عام المواطن الأردني عم بأخذ حاجته وعم بيصل حاجته من أسبوع لأسبوع. وفي بعض المناطق ما بوصل الدور إلا أسبوع بعد أسبوعين وثلاث أسابيع بالفعل. يعني بعض المناطق في الرمثة بد ثلاث أسابيع توصلهم المي مرة واحدة. عشان هيك بنكون كتير حذرين. أعتقد إنه المواطن الأردني عم بيأدي اللي عليه ودور أساسي ومهم في عملية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المصادر. ومع ذلك في دائما برامج للتوعية اللي لها علاقة. نعم. يعني عندكم في وزارة هي وزارة المياه سلطة المياه شركات المياه المملوكة من زي مياه هنا واليرموك والعقبة كلها فيها برامج لتوعية المواطن والمحافظة على المصادر. أنا لسه بالصدفة مهندس إياد مبارح عم بحضر فيلم وثائقي هيك بالصدفة إجا على قناة إخبارية عن إقليم اسمه البنجاب في الهند. عندهم جفاف شديد صحيح لدرجة مأساوية والناس بتروح بتعبي من بير بآخر الدنيا على روسا مي. فأنا بقول الحمد لله يعني صحيح. وإن شاء الله هيك يعني دائما بكون في حلول طبيعي. لحتى نحفظ والحمد لله المواطن اللي يعني عندنا حوالي 94-95% من المواطنين توصلهم المي من خلال عداد من خلال وصلة. فبالتالي موضوع أنه زي ما حكيت للبنجاب الناس تروح على المصدر وتجيب المصدر محزن الوضع عندهم ما فيش حقيقة. الحمد لله شيء زي هيك بالعكس احنا خططنا أن نوسع كمان نوصل لنسب أعلى من 95% ونشتغل برضو على موضوع الصرف الصحي بحيث أنه بحلول العام 2020 تكون نسبة التوصيل على شبكات الصرف الصحي توصل ل 80% من المواطنين في الأردن إن شاء الله. حاليا 62% احنا بس إن شاء الله خلال إن شاء الله كل التوفيق. يعني حصة الفرد ستبقى كما هي إذا لم تزيد بجهود يعني بعض المشاريع اللي أنتم عم تشتغلوا عليها حاليا. كل كادر الوزارة حقيقة بممثلة بمعالي الدكتور حازم الناصر يعني توجيهاته لنا واضحة جدا خلال السنوات القادمة. يعني بشرى سارة لإقليم الشمال فيما يتعلق بوادي العرب هذا المشروع الطموح إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير.